معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان الباحث السياسي دكتور صباح علو. مرحبا بك دكتور صباح. اذا كيف تقرا تحذير صندوق النقد الدولي بشان ازدياد مستوى الاستهلاك في الموازنه الماليه بالعراق؟ بالتاكيد لا شك ان صندوق النقد الدولي رقيب كبير جدا للموازنات العراقيه منذ 2003 وحتى اليوم. نعم. ولاحظ صندوق النقد الدولي في تقريره أن الموازنات التشغيلية على مدى السنوات وخاصة منذ 2010 ولغاية هذه السنة وموازنة 2020 التي يتم إعدادها حاليا، أن الموازنة التشغيلية تقدر بحدود حوالي تتراوح من 60 إلى 80%، بينما الاستثمارات وعمليات دعم المشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة لا تتجاوز 20 إلى 15%. علما منذ 2011 ولغاية اليوم الموازنات تحتوي على عجز مالي يقدر بين 20 إلى 35 مليار دولار، خصوصا في 2019 و2020 القادمة قد يقدر بأكثر من 45 مليار دولار نسبة العجز، وهذا يدلل على عدم وجود أي شكل من أشكال النمو والتنمية للموارد العراقية، وخاصة أن هناك شكل من أشكال الثبات أو الانخفاض لأسعار النفط. لذلك نلاحظ أن صندوق النقد الدولي يحذر العراق من الاستمرار بهذا النهج وتحويل الموازنات بكل أشكالها وإيراداتها إلى موازنات تشغيلية، وهذا انعكس في التضخم الموجود في عدد العمالة. طيب. من الموظفين الموجودين اللي يقدر بحدود حوالي 7 مليون. طيب استاذ صباح، يعني من ناحية أخرى نواب عن محافظة ديالى تحدثوا عن إرسال 11 ملف فساد مالي وإداري في ديالى إلى بغداد، يعني هذا عدد كبير من ملفات الفساد مع غياب المحاسبة، كيف تفسر ذلك؟ كلنا ندري أن ملفات الفساد من خلال المنظمات المسؤولة النزاهة والمفتشين الموجودين في الوزارات وأفرعها إضافة إلى الرقابة المالية وغير ذلك، كثيرا من الملفات الموجودة والمطروحة يتم طرحها إعلاميا دون اتخاذ أي شكل من أشكال الإجراء. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الجهة التنفيذية أضعف مما تكون في القضاء والمحاسبة للفاسدين، أي أن العملية السياسية ومن يقودها هم أقوى من الجهات المنفذة رغم الانتخابات الموجودة ورغم عمليات تشكيل الحكومات وفق صندوق الانتخاب. إذا هناك خلل كبير جدا موجود في مسألة شعار القضاء على الفساد أو محاسبة الفاسد. لن يتم محاسبة فاسد، بل يبحثون عن بعض الأحيان لإرضاء الشارع عن ضحايا لعملية الفساد الموجودة، عن بعض الأعضاء اللي ممكن أن ما تأثر أو لا ترتقي إلى حيتان الفساد الموجودة في قمة الهرم. طيب دكتور صباح، تعيين عبد المهدي المفتشين العامين وصفه النواب بأنه غدر للمال العام ويمنح الفاسدين فرصة للحماية، ما الجدوى إذن من تعيينهم وما الذي قدمه الجهاز الرقابي في طيلة هذه السنين؟ الجهاز الرقابي مخترق من قبل حيتان الفساد ولا يمتلك إمكانية بصراحة أن يقوم بدوره بشكل إيجابي لصالح المنظومة المالية العراقية أو المنظومة الحقوقية للإنسان العراقي، لا شك في ذلك. ولكن إجراء السيد عادل عبد المهدي المضغوط من جميع القوى بدءا من الأكراد إلى السنة إلى الشيعة إلى كل القوى المساهمة بالعملية السياسية فهو مضغوط بدرجة عالية جدا، ولكن يحاول أن يعمل على عملية تدوير
العملية تدويرها وليس عملية إيجاد مخارج حقيقية لصالح عملية محاربة الفساد. ولذلك نلاحظ استبدل الكثير من الوكلاء وغيرهم ثم أعطى فرصة لعودة الفساد من خلال عملية التفتيش. وفي هذه الحالة سيكون لدى المفتشين دعم سياسي كبير جدا في التصرف في الوزارات ومؤسسات الدولة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور صباح علو الباحث السياسي من عمان.